هذه القصة يا أخوان لفتاة في العقد الثاني من العمر. أتى إلي والد هذا الفتاة مع أخيها وقال لي: يا شيخ، أريد مغسلة أموات لوحدها دون مساعدة لغسل ابنتي. فقلت له: هل تريدون غسلها بالمنزل؟ فقال: نعم. ذهبت إليهم إحدى المغسلات التي لها أكثر من 13 سنة بهذا المجال، ودخلت على الميتة وهي ممددة على الأرض ومغطاة، وقامت كالمعتاد بكشف الغطاء لتقوم بقص وتفصيل الكفن لها. فعندما كشفت الغطاء عن الميتة ونظرت إليها، فإذا بالمغسلة تقع من طولها بجانب الميتة على الأرض مغمى عليها. وقعت المغسلة من هول منظر ما رأته، فساعدوها أهل الميتة لتفيق. وعندما فاقت اتصلت بي وقالت: يا شيخ، إن وضع هذه الفتاة وهي ميتة مريب جدا. فقلت: كيف مريب؟ قالت: لا أستطيع التحدث وأهل الميتة بالقرب مني. قلت: أخرجي خارج الغرفة واتصلي بي. ففعلت، وقالت: وجدت يدها اليمنى على أعلى رأسها، ويدها اليسرى على أحد جنبيها، ورجلها اليمنى واقفة على رأس أصابعها. وضع غريب، لم أشاهد في حياتي وضع مثل وضع هذه الفتاة. قلت لها: أسأل والدتها على انفراد بينك وبينها، ماذا حدث لها وكيف أصبحت بهذا الوضع؟ قالت: ما في إحراج يا شيخ. قلت: لا. فقالت: تقول والدتها إن ابنتها كانت مولعة بالغناء، فكانت من حبها الشديد لهذه الأغاني الماجنة تتابع إصدار الجديد منها بالمجلات، فكانت ترسل أخاها الأصغر ليشتري لها أحدث الأغاني بما يسمى بالكريم. فقالت لها: وما بعد؟ كيف ماتت؟ فقالت: أنهم ذهبوا إلى حضور حفلة زواج في أحد قصور الأفراح، وجلسوا كبقية المدعوات، ثم بدأ الغناء يعمل بواسطة بما يسمى بالدي جي، وتستمع ابنتها إلى أحد الأغاني الجديدة التي تحبها، ولم تستطيع أن تصمت لمغريات الشيطان، فصعدت على المسرح أو بما يسمى بالفوشة وترقص على أنغام هذه الأغنية. وما هي إلا دقائق فقط، وما هي إلا دقائق فقط، ووقعت ابنتي على خشبة المسرح ميتة. ولهذا عندما كشفت المغسلة الغطاء وقعت المغسلة على الأرض لأنها شاهدت هذا المنظر الغريب ووجدت الفتاة ميتة، إنما على هيئة راقصة، وجدتها على هيئة راقصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق المولى عز وجل في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما هذه الميتة يا أخوان؟ ما هذه الميتة يا أخوات؟ ما هذه الخاتمة؟ نسأل الله السلامة والعافية. حاولت المغسلة ووالدة الفتاة أن يصلحوا وضع الفتاة إلى وضعها الطبيعي، وأن يلينوا مفاصلها بإنزال يدها إلى جنبها وفرد رجلها بمحاذاة أخرى، فلم يستطيعوا. لذلك اتصلت بي لتقول لي: ماذا أفعل يا شيخ؟ وكيف أقوم بغسلها وتكفينها بهذا الوضع؟ قلت لها: اجتهدي جزاك الله خيرا. فقامت بتجهيزها وهي على وضعها، ومنع دخول من يساعدها سوى والدتها فقط، وقامت بتكفينها بصعوبة بهذا الوضع. يا أخوان، هذه الحالة الثانية التي أقف عليها ويرفض فيها الأب
أن يصلي على ابنته بعد صلاة فريضة. لماذا؟ لأن وضعها وشكلها على خشبة النعش ملفت للنظر، حيث كان يدها اليسرى ورجلها اليسرى خارج النعش، بالرغم من وضع الغطاء الخارجي والقفص. فأحضروها بعد صلاة العصر وصلوا عليها جماعة داخل المقبرة، ودفنت بهذا الوضع، مما اضطر عامل المقبرة لفتح أغطية القبر كاملة لصعوبة إنزالها بالقبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. عادت المغسلة إلى المقبرة ولم تستطيع تكملة الدوام، فاستأذنت بالذهاب لمنزلها ولم تعود للدوام في اليوم الثاني. وعندما اتصلت بها للاستفسار عن سبب غيابها، أجاب ابنها بأن الوالد في حالة نفسية. فطلبت التحدث إليها وقلت لها: يا أم فلان، هذه ليست أول مرة. قالت: نعم يا شيخ، فقد جمعت العظام والأحشاء خارج المعدة، وجهزت الحوادث والمحروقين والعفن والتحلل والقصاص، لكنني لم أقم بتجهيز مثل هذه الحالة في مدة عملي في هذا المجال. أدعو الله العلي القدير أن يحسن خاتمتنا وخاتمة جميع المسلمين والمسلمات. فليقف كل واحد منا أمام المرآة ونجدد التوبة مع الله، التي لا نحتاج إلى شريط أو محاضرة أو كتاب إسلامي بينك وبين نفسك، من قلبك. ولننظر إلى هذه المرآة ونقوم بإرجاع شريط الحياة والأعمال ونوازن بها في أيدينا، ثم نرى أيهما أرجح عن الأخرى، هل السيئات أم الحسنات، ونحاول أن تكون الحسنات أرجح من السيئات. ألا نستحي من الله؟ أنحتاج لأن نسأل فلان وعلان ليحكم علينا ونسينا خالقنا؟ الآن يا أخوان، من هذا المكان المبارك وهذه اللحظة، أعلنها توبة صادقة مع الله كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وختاما أتوجه بالحمد والشكر والمنة لله العلي القدير الذي مكنني من القيام بهذا العمل الجليل وعانني عليه، وينفع بها ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا والآخرة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بعمل مقبول وذنب مغفور. يا عالم ما بالصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم باعد بين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم، وعافنا واعف عنهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر وحدنا. اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا. اللهم ارحمنا إذا ما كفنونا. اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأعناق. اللهم ارحمنا إذا صلوا علينا. اللهم ارحمنا إذا أنزلونا القبور. اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن هذه الميتة اتصلت فيها لتبرئ ذمتها عند الله سبحانه وتعالى. إيش تقول هذه البنت اتصلت؟ تقول يا شيخ أنا والدتي توفت وحضرت غسلها. وين والدتك؟ أخذت المعلومات أكدت أنه كلامها صحيح لكن ما ذكرت لها. قلت لها طيب اتصلي بس أعطيني المعلومات وأنا أتأكد منها ثم أسمع منك القصة. تقول يا شيخ أمي توفت رحمة الله عليها وأنا دخلت مع المغسلات يغسلون وتعمدت أنه أخي يحضر المغسل عندنا في البيت، يعني ما نوديها المغسلة حق البلدية أو نوديها الشرشورة. تجيكم الشاهد ليش؟ تقول يا شيخ أول ما بدأوا في تنجية أمي وتوضئتها، تنجيتها بالضغط على بطنها ضغط خفيف لإخراج الماء القابل للخروج، وليس الضغط ضغط كامل جامد حتى يخرج ما في البطن، ضغط خفيف لإخراج الماء حتى لا يخرج في الكفن. تقول وجدت صعوبة البنت هذه، تقول وجدوا المغسلات صعوبة في تغسيل أمي، فبدأت أنهار بالبكاء قاعدة تبكي. فسألتها المغسلة قالت لها إيش في يا بنتي أدعي أمك في موضع الحين مكان الرحمة أدعي لها؟ قالت لا لا أنا بس حزنانة على أمي. شوف يعني البنت مسكت نفسها ما فضحت أمها، قالت أنا حزنانة بس على أمي. فوجدت من المغسلة، حتى قلت لها أنت ما ساعدتيهم؟ قالت والله يا شيخ ساعدتهم ومعايا أخواتي اثنين ونحن سبعة أو ثمانية نحاول نرفع يد أمي رجل أمي نقلبها على الجنب اليمين على الجنب اليسار نلاقي صعوبة تتقلب معانا، لكن نلاقي صعوبة يا شيخ. وأنا استغربت يا أخوان، ثمانية يقلبوا سيارة، ثمانية يقلبوا سيارة. أنا عندما أضع الميت على دكة الغسل والوحدي ما يكون في أحد، ما يكون في أحد، أقوم أتكلمه أكلم الميت، بس ما أكلمه زي ما أكلمكم في قلبي، أقول له أقلب على جنبك الأيسر جزاك الله خير عشان أغسل لك شقق الأيمن. فإذا كان من أهل الصلاح يقلب معايا زي الريموت كنترول تقلب الدش الله. وإذا كان من أهل المعصية والعياذ بالله فأجد صعوبة في الكلام. وأديكم دليل حي الآن، شفتوني وأنا أصلي على كرسي وأنا العمر الله يكبرنا في طاعته، فأنا لست معاق ولست مصاب، لكنني أصبت بعين في يدي اليمنى، أصبت بعين في يدي اليمنى يمنعني من الصلاة لأنني لا أستطيع الركوع. والسبب في العين أنني زي ما ذكرت وضعت الميت على دكة الغسل وكان رجله الاثنين ويده خارج المغسلة من تخنه وما في حد راضي يساعدني، فوضعت رجله اليمنى على اليسرى وحطيت يده هذه على بطنه، دخلت يدي اليسرى هذه من تحت باطه وقلت له أقلب على جنبك الأيسر إذا خير أغسل له الشقق الأيمن، فقلبته وغسلت له. مين شاف اللي معاي من المغسلين؟ شاف واحد من أقرب الميت وأنا أقلب الفلان هذا بيد واحدة، فخرج برا قال والله ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال شفت المغسل يقلب فلان الفلاني بيد واحدة. قول كلام غير هذا، قال والله شفته يقلب بيد واحدة وإنه قلب معاه زي الريشة. ما شعرت بالكلام هذا، رحت البيت غيرت ورجعت، قمت ثاني يوم لقيت يدي اليمنى حبلة، هذه لا أقدر أضمها ولا أقدر ألف الإزرار ولا أقدر أركع عليها لأني أشعر بألم فيها في كوعي. نقول الحمد لله. فعشان كذا هذا الذي يفضح الميت ونزكن عليه أنه ما حد يدخل مع الميت إلا أقرب الناس له، لأنه لو دخل عمه أو خاله أبوه ما يقدر يفضح يقول شوف فلان والفلان، لكن إذا شاف خاف ورحيمه عمه جوز بنته جوز أخته يقدر يقول شوف فلان فلان أسود وجهه، وهنا هذا لا يفضح الميت. طيب يا بنتي إيش اللي صار؟ قال والله يا شيخ أقول لك الآن عشان أبرئ ذمتي، إني وجدت أنا والمغسلات صعوبة في تغسيل أمي
وصرت أبكي ماني قادر أتحمل، وكل هذا تذكرت إيش كانت تسوي أمي في الدنيا. وعشان كده أنا أقول لك يا شيخ عشان أبرئ ذمتي وتكون أنت شاهد معايا في يوم القيامة. إيش في؟ قالت يا شيخ أنا تذكرت إنه هذا اللي صاب أمي من مغسلات وصعوبة في تقليبها وعلى جنبها الأيمن والأيسر ورفع رجلها وتوضئتها وتلبيسها في الكفن، لأن كانت أمي تتناقل بين الناس وبين الأهل بالغيبة. كيف؟ وأنا أشرح لكم هذه الغيبة كيف تتناقل. عندها شيء اسمه مرض الغيبة، تيجي لفلانة الفلانة وتقول لها ترى فلانة الفلانية تقول فيك كذا، وتيجي لفلانة الفلانية تقول فيك كذا، تخلي الاثنين يضربوا في بعض. وليش بعد كذا ما تفرح إلا تيجي تقول لبنتها، تقول لها أنا اليوم سويت كذا كذا في فلانة فلانة وشوفيهم الآن بتضارب. يا يما حرام عليك، قلت لها أنا قلت للبنت ما نصحتيها؟ قالت والله يا شيخ كل ما تقول الكلام أحاول إني أهرب من الغرفة، إني أتهرب عشان ما أسمع الكلام اللي بتقوله أمي إيش سوت في فلان وزيد. ووصل بها الدرجة يا شيخ إنه نحن الأخوات تفرق بيننا، تقول له شفت اللي بقيت وهذه سوت كده ولبست زيك وراح تشترت زيك وكلم، يعني تفرح لما تيجي تقول لبنتها إنه سوت فلانة كذا كذا. نصحتيها؟ قالت نعم. قلت لها كيف نصحتيها؟ قلت لها قالت خليت أحد المشايخ يكلمها يقول لها يا بنتي ترى، يقول لأمي يقول لها يا أمة ترى الغيبة هذه ربنا يقول في كتاب الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الغيبة هذه لا يغفر له. قال كيف يا شيخ ما يغفر له وأنت تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء؟ قال نعم، ربنا يغفر للزاني، الزاني إذا زنى وتاب توبة النصوح ربنا يغفر له، لكن المغتاب هذا ما يغفر له. ليش؟ لأنه لازم تروح اللي غبته وتقول له يا زيد أنا تكلمت فيك كذا كذا وقلت فيك كذا كذا وأرجوك تسامحني، وثق تماما أنه ما حيردك. لازم تستسمح من المغتاب، إذا ما استسمح منه حيبقى معلق هذا الإثم لغاية يوم القيامة، إن شاء الله غفر لك وإن شاء الله عذبك. فتعتبر هذه الغيبة إثم يعاقب عليه الله سبحانه وتعالى، لأنك لا بد أن تستسمح من الغيب. ونحن نأخذها بهين، نأخذها بشكل يوميا في المحل في السيارة في البيت، فلان سوى كذا فلان كذا ما أدري فلان يقول فيك كذا، فلان والله سمعت فلان يقول لك كذا. يا أخوان والله الغيبة هذه إثم يتعلق في رقبتك، لازم تستسمح من الشخص اللي اغتبته، ولا حيبقى الإثم ده إلى غاية يوم القيامة. وفوق هذا تقول لي يا شيخ ما في فائدة، وعشان كده أنا قاعد أبكي وقاعد في المغسل ولا قلت لأحد. والآن أنا أقول لك يا شيخ عشان أبرئ ذمتي قدام الله إني اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. قلت لها نسأل الله لها الدعوة إن الله غفور رحيم. وقالت أعمال أمي، قلت لها إيش أعمالها؟ قالت المشكلة يا شيخ إنها تصلي وتصوم. قلت لها طيب ما قلتي لها كيف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وانت بتسوي الكلام هذا؟ قالت والله ذكرتها، لكن عندها فرح شيء اسمه غيبة. وآخرتها شوفوا كيف لقت عقوبتها، ولا نحكم عليها، لكن وجدت الصعوبة هذه. وأنا الميت ما يأخذ مني، أنا الحالي أغسله، لكن أطلب من أبوه ولا من أبوه أخذ، لأنه أبغى يشارك. ليش؟ أبغى يتطعب. أنا ما أخش المغسلة أشوف الأخوان الموجودين بكثرة، مين أنت؟ يقول لي أنا أخوه. مين أنت؟ أبوه عمه. تفضل خش تساعدوني. ويجي أنقي من أصحابه اللي تكون واحد عليه علامات العصيان كده، الغرض منه يا ملك يوقف معايا في المغسلة ويشوف الميت وهو يتقلب على جنبه الأيمن والأيسر يتطعر يشوف المنظر هذا. وبكرة حيكون في نفس الموضوع. وكثير من الأخوان تابوا على الحكاية، كثير من الشباب دخلتهم معايا وخرجوا تابين لله سبحانه وتعالى. تخيل، ومسكت واحد من الأخوان وخليته قدام الميكروفون
قلت له ايش شعورك لما شفت انت الكلام هذا قدامك؟ بس قال والله يا شيخ شعر جسمي كله وقف. قلت ليش وقف؟ قال منظر رهيب، انتوا تغسلون تجهزون الميت وانا ماني في حال الميت. قلت ايش في حال ايش؟ قال انا في حال اني حكون في يوم من الايام في هذا الوضع، حكون على هذه الدكه، وغدا انت وغدا انا وغدا بعده. قلت له طيب ايش اللي خلاك تفكر؟ قال لي ايش قدمت لربنا عشان في هذا الموقف؟